السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بشرح لكم أي شخص أخذ قرعة واحدة في اليمن ويحب يعتمدها في السعودية. مثلا الشخص الذي أخذه بالذات الذي دخلوا طيران والذين طبقوا الحجر الصحي، مثلا أخذ قرعة واحدة ودخل وأخذ الحجر الصحي وبعدين راح يلقح في السعودية وفي توكلنا وطلعت له قرعة أولى، وبالرغم أنه قد أخذ قرعة أولى في اليمن أخذ القرعة الأولى ويحب الآن يعتمد الأولى عشان تظهر في توكلنا محصن، ما عاد يلقح القرعة مرة ثانية في السعودية يكون أخذ ثلاث قرعات. طبعا أنت بعد ما تأخذ القرعة الأولى في اليمن ورحت للسعودية خذ القرعة الثانية في السعودية، بعدين يدخل إلى رابط اعتماد اللقاح، رابط اعتماد اللقاح في المملكة العربية السعودية، وتحمل له صورة الجواز واضح في ملف PDF، لازم تكون واضح، وصورة الشهادة واضح، كل الأوراق والصور الذي يطلبها منك لازم تكون واضح بدقة عالية. إذا الصور مش واضحة يرفضها. أهم شرط إن الصور حقك تكون واضحة وترفعها إلى وزارة الصحة، بعدين يجي لك الاعتماد، تعمل للقرعة الأولى نوع اللقاح اللي في اليمن، مثلا استرازينكا في اليمن أخذتها، نوع القرعة استرازينكا، البلد اليمن، تاريخها كذا كذا. القرعة الثانية مثلا في السعودية فايزر أو استرازينكا، تاريخها كذا كذا، البلد تختار السعودية، وترسل الإثباتات، صورة جوازك وصورة الشهادة الإلكترونية اللقاح، ترسل الصور واضحة جدا جدا وترسلها. إذا الصور واضحة بيجي لك الاعتماد إنه تم اعتمادها، وبتدخل توكلنا بتحصل في عندك مكتوب محصن، بدل ما كانت قرعة أولى حق السعودية بس بيطلع لك محصن قرعتين. في بداية بهذه الطريقة تكون إنك استفدت من القرعة الذي أخذتها في اليمن ويطلع عندك إنك محصن. وحياكم الله يا شباب، أنا الآن بروح على اليوتيوب وبعمل بث في اليوتيوب، وحياكم الله، أتشرف بكم جميعا. قناتي على اليوتيوب اسمها هاشم الزيادي، ولا تنسوا الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. هذا اللي حبيت أوضحه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.